احنا لازم ندبر تليفون بأي طريقة. كيف؟ ما عارف بأي طريقة اللي كانت. كل عقلك. شو الأكل اليوم؟ مثل العادة. مرة تانية ما بتقعدوا على طاولتي بلا إذني. يعني مفكرة حالك بمطعم والطاولة محجوزة باسمك؟ طبعا معروفة هالطاولة لمين هون. يلا نقلعوا، من بكرة دوركم بالطبخة، مش جايين على أوتيل نحن هون. وإن شاء الله يطلع طبخكم مثل أشكالكم لأقبركم. يلا نقلعوا. يلا بقى. كرمال ما تنسى هيدي طاولة مين؟ حطوا لي الأكل على الطاولة على السريع. بنت الكلب، 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 بن